أعد الشاي. حسناً. اتبع تعليمات جيداً فتحصل على أطيب شاي على الإطلاق. الخطوة الأولى، اجعل الماء يغلي على درجة حرارة عالية جداً. الخطوة الثانية، وهذا مهم، أضف القليل من أوراق الشاي المنومة الخاصة بي. الخطوة الثالثة، أسكب الشاي في فنجان جميل واستمتع. شكراً يا فتى. أجل، أضفت بضع أوراقي صحيح؟